صباح الخير جميعا. اليوم تبدي مرحلة جديدة في تاريخ العراق باستلام الحكومة الجديدة لمهامها. نتمنى لها التوفيق في تلبية مطالب المتظاهرين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين العراقيين. كنا نتمنى أنه تكون معنا السيدة الوزيرة، لكن لأسباب خاصة راح تتأخر كم يوم عن المباشرة. الوضع اللي وصل إلى البلد قد يسأل البعض من هو السبب؟ ماكو شخص واحد هو المسؤول عن ما جرى. السبب هو المنظومة السياسية كاملة وطبيعة النظام وحتى المنظومة الاجتماعية والمنظومة الخلقية أيضا والإعلامية في البلد، كلها ساهمت في تردي الأوضاع. حتى الناس اللي رادوا يقدمون خدمات هنا وهناك يجدون الكثير من المعطلات والكثير ممن يضع العصا في العجل حتى يأخرون. السبب هو حالة العداء، حالة الندية اللي صارت في المجتمع خلال المرحلة الماضية لأسباب كثيرة، ربما تراكمات لعشرات السنين. هذه الوزارة طبعا من الوزارات اللي كانت على تماس مباشر مع المواطنين من تأسيسها ولحد الآن، لأنه معنية بتقديم الخدمات الأساسية، خدمات البنى التحتية اللي تتعلق بشكل مباشر بحياة المواطنين. وهذه الوزارة طبعا بعد 2003 تولت آلاف المشاريع، القليل من عدها نجح، والغالبية العظمى من هاي المشاريع تعرضت إلى التوقف والتلكؤ ولأسباب كثيرة مثل ما قلت لا يتحملها شخص واحد. على أي حال، السيدة الوزيرة الجديدة راح تباشر وما راح تلقي ورقة واحدة في مكتب الوزير من البريد نهائيا، الحمد لله. مو مثلنا احنا ورثنا لسنوات طويلة، يعني مو بريد لسنة، لأكثر من 3 سنوات كان متراكم. ومجموعة من التوصيات أقدمها للسيدة الوزيرة اللي هي كفوءة ومتمكنة وراح تقود الوزارة بشكل كفو وتطورها بإدارة جيدة جدا. أهم شيء أنه المشاريع لا تتوقف. خطأ ارتكب في الحكومات السابقة أنه نتيجة توقف أو ضعف التمويل، نقص في الموازنة، وقفوا المشاريع. المفروض هذه المشاريع بأي شكل من الأشكال لا تتوقف، البحث عن مصادر تمويل حتى لو قروض، لأن هاي المشاريع تشغل أيدي عاملة وتقدم خدمات وتؤثر نفسيا على المواطنين، وتعطيلها راح يؤدي إلى المزيد من البطالة وأيضا تدهور الخدمات. ملف توزيع الأراضي اللي يتعلق بالمواطنين اللي كانوا مهتمين به، هذا الملف تعرفون أيضا توقف لفترة طويلة. السبب أنه هناك تعقيدات كبيرة جدا جدا في موضوع الأراضي في العراق، وملف شائك. مسألة ملكية الأراضي وتوسعة الحدود البلدية في غاية التعقيد والتشابك، وحل بحاجة إلى جهود جبارة، لأن هناك حالة عداء بين مؤسسات الدولة، كل مؤسسة تعطل أعمال المؤسسة الأخرى، بالإضافة إلى الكثير من المواطنين للأسف يحاولون بسبب الأنانية، لأنه أكو عقود عندهم على هذه الأراضي، يحاولون تعطيل مسألة استملاك هذه الأراضي، بالإضافة إلى أنه الدوائر البلدية ما عندها المبالغ اللي تدفع بها التعويضات. لذلك الموضوع بحاجة إلى تداخل تشريعي وجهود فنية كبيرة. أنجزت الوزارة 9 مدن جديدة صفت الأراضي واستملكتها وأعدت التصاميم. المديرية العامة للتخطيط العمراني مشكورة بجهود ذاتية، وفي البعض منها تلقت مساعدات مجانية من الجامعات وبعض المؤسسات العراقية. الشكر لهم جميعا على ما أنجزوا. والمشروع توقف على شيء واحد فقط، اللي هو أجور الفرز. الدوائر البلدية وحتى دوائر التسجيل العقاري ما كانت تمتلك أجور الفرز لهذه المدن الجديدة، وإحنا في مجلس الوزراء اتخذنا قرار بتخصيص 30 مليار، لكن الموازنة ما أقرت.
الملف الآخر أنه ملف الاستثمار، الأراضي اللي تمنح للاستثمار. الكثير من ثروات البلد هدرت تحت عنوان الاستثمار الكاذب، أراضي قيمة وثمينة منحت إلى مستثمرين وهميين يتلاعبون بالإجازات الاستثمارية. قيمة الأرض تساوي عشرات بل مئات المرات مبلغ الاستثمار المزمع صرفه على هذه القطعة، وما أنجز أي شيء، وكل شخص يبيع الإجازة للآخر، ونوع الإجازة تتغير أكثر من مرة دون الاهتمام لا للتصميم الأساسي للمدينة ولا استعمالات الأرض. لذلك فقدنا الكثير من الأراضي. يجب أن يتوقف هذا الملف بشكل نهائي إلى أن يتم وضع خارطة استثمارية لكل مدينة، يتم جرد الأراضي الموجودة وسحب الإجازات الاستثمارية التي لم تنفذ، ويتم وضع خارطة استثمارية وتمنح الإجازات على أساس الخارطة الاستثمارية المبنية على دراسة جدوى اقتصادية وحاجات المدينة الفعلية. الجانب الآخر اللي ما لحقنا أنه نستكمله هو موضوع هيكلية الوزارة. الوزارة هذه كانت وزارة تمتلك صلاحيات واسعة أولا، ثانيا كانت وزارة تعمل في ظل نظام شمولي قبل 2003. بعد 2003 طبيعة النظام اختلف، ومن ثم من تم نقل الصلاحيات بموجب قانون المحافظات مهام الوزارة اختلفت من مهام تنفيذية إلى مهام رسم السياسات ومراقبة أدائها. العملية تمت بشكل سريع وعشوائي وكردود فعل ما مدروسة إداريا فنيا. أربكت المحافظات وأربكت الأعمال وأربكت الوزارة. هذا بحاجة إلى دراسة، وهذه الدراسة أنجزت بلجنة الأستاذية الماسط رأسها مشكورا بالتعاون مع الدوائر المعنية في الوزارة والهيئة التنسيقية العليا في المحافظات، وأنجزت في أعتقد في شهر 11. ما لحقنا نقدم المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره بسبب استقالة الحكومة. رواتب موظفي الوزارة، دائما موظفي الوزارة يشكون من رواتبهم. لا احنا سوينا هذا سلم الرواتب ولا احنا قللنا الرواتب مال الوزارة، بالعكس يمكن كان لسنين موقفين موضوع المخصصات المهنية، أطلقنا المخصصات المهنية للموظفين، وطالبنا مرارا وتكرارا في مجلس الوزراء، وتوصلنا إلى قرار بوضع سلم موحد لرواتب الموظفين في كل العراق. يكون الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة يتقاضون رواتب بشكل متساوي، على أن يكون هناك حد أدنى وحد أعلى من الرواتب. حاليا ما بي الكثير من العدالة حتى في سقف الرواتب بين المستويات العليا والمستويات الدنيا الوظيفية، فهذا أنجز في مجلس الوزراء وتقرر أنه تكون الحد الأدنى للرواتب بين 400 إلى 450 ألف دينار، وعلى أن يكون الراتب الأعلى لا يتجاوز 10 أضعاف. يعني الراتب الأعلى أيضا يكون 4 ملايين أو 4.5 ملايين في ضوء ذلك. نتمنى أن يتم إنجازه. طبعا إذا تحدثنا عن الموظفين دائما العقود ليش ما تعينوهم والأجور ليش ما ثبتوهم، طبعا هذا المفهوم خاطئ جدا. العقود مو يتعاقدون وياهم حتى يثبتوهم، ولا الأجور يشغلوهم حتى يثبتوهم. إذا كان الأمر كذلك كان الدولة تلجأ إلى التعيين مباشرة. هناك الدولة بحاجة إلى أعمال ذات طبيعة يومية، وأعمال ذات طبيعة قد تكون سنوية أو نصف سنوية. فأكو موظف ملاك دائم، أكو أجور، أكو عقد. ما ممكن أنه الدولة تعين الجميع. واحدة من أسباب الرئيسية لاختناق الموازنة الآن هو هذا الحجم المهول من الموظفين. أنا أشرت قلت في عام 2003 كان نفوس العراق 25 مليون، عندنا 850 ألف موظف. الآن نفوس العراق قريب من 40 مليون، عندنا 6.5 مليون موظف. فلو تشوفون نسبة الزيادة السكانية 60%، نسبة زيادة الموظفين 760%. وأجزم أنه مستوى الأداء
انخفض ما ارتفع مع هذا الكبير العدد الكبير، بدليل انه كلكم من تراجعون مؤسسات الدوله تطلعون للباب تشتمون نتيجه تاخر معاملاتكم وعدم كفاءه اداء هذه المؤسسات. وهذا الكلام ينطبق من البصره الى زاخو، الكل وقعوا في نفس الكارثه. مثل الاطفال تصرفوا انه المبلغ اللي يجيهم راسا يصرفوه دون ان يكون هناك لهم بعد نظر في كيفيه معالجه الاوضاع الاقتصاديه. فالأجور والعقود لا ينتظرون التعيين، لأنه ما راح يصير تعيين، لأنه ماكو موازنة. الدولة الآن محتارة كيف تدفع رواتب الموظفين الحاليين، كيف راح تجي تعين آخرين؟ هذا لا يبنون عليهم آمال، وحتى من هسه يعرفون أوضاعهم. زائدا أنه الأجور والعقود عادة يجون ناس مو ذوي اختصاص. أنا هم أسويها من كنت وزير وحتى من كنت وكيل وزارة، من يجوني ناس وأشوف شاب ولا شاب يبحث عن فرصة عمل هو خريج تاريخ، بس أنا شو أسوي بخريج التاريخ بهاي الوزارة؟ فيقول لي حتى لو أجر حتى لو عقد بس أريد أشتغل. يقول لي يلا أشتغل بعدين يتعين. لذلك لو تراجعون واحدة من القرارات مالتنا أنه كل الخريجين الكليات الإنسانية اللي اختصاصهم ما يطابق اختصاص الوزارة قلنا ننقلهم بالدرجة والتخصيص إلى وزارة التربية، لكن وزارة التربية عطلت الموضوع لسبب أيضا عدم توفر الموازنة. أكو مبلغ فرق لازم يدفعوه أعتقد 150 ألف دينار للمعلمين وللمدرسين، وزارة التربية ما كان عندها هذا المبلغ حتى تدفع لهم، تعطلت عملية نقل هؤلاء الموظفين. أيضا احنا نتلقى كم كبير من المسبات والشتائم من الأجور والمتعاقدين والموظفين في المحافظات. هذول لحد الآن ما يعرفون أنه هذول من عام 2017 انفكوا من الوزارة، ما لهم علاقة بالوزارة. حتى ما يتعلق بأداء الدوائر البلدية، دوائر الإسكان في المحافظات، الوزارة غير معنية، بقدر موضوع المراقبة اللي كان احنا متفقين بها مع الإخوان في البلديات والمجاري أنه نفعل موضوع المراقبة ونشكل فرق عمل نزور المحافظات ونشوف أدائهم، وسويناها في أكثر من محافظة. الموضوع الآخر هو موضوع التاجيات العملية اللي يشغل بال الكثير من الناس اللي دفعوا مبالغ. الموضوعين مختلفين طبعا. بالنسبة لمشروع العاملية السكنية والتاجيات، اثنيناتهم تم التعاقد معهم بأسلوب غريب اللي هو أسلوب عنوانه استثمار ومحتوى مقاولة. ولما عجزوا عن دفع المبالغ توقفت هذه المشاريع. طبعا العاملية أكو نزاع وخطأ آخر ارتكب أنه تم التنازل عن الأرض لصالح وزارة المالية. تم منح المستثمر إجازة الاستثمار، تلكأ وصار خلاف مع أمانة بغداد، توقف المشروع. الآن الوزارة صدق مثل بلاع الموس، لأنه لا هي تمتلك الأرض حتى تقدر تسحبها من المستثمر، تنازلت عن الأرض لأن الأرض كانت مخصصة أساسا هي مو ملك. وفت قصة طويلة معالجته وعشرات القضايا مرفوعة بالقضاء. أتمنى أنه القضاء يحسم هذا الموضوع بشكل عاجل حتى ننهي مشروع التاجية. تقريبا انتهى. بالأول اتخذنا قرار بأنه الشركة نفسها ترجع تعمل، للأسف بعد مفاوضات شاقة وعشرات الجلسات أني قعدت شخصيا والأخوان مع الشركة ما توصلنا إلى نتيجة معهم، وقايمين علينا دعاوي حاكمين يمكن ب$6 مليون بدعوة و$9 مليون بدعوة. هاي كلها راح تنلغي إن شاء الله بالمحاكم. لذلك عرضنا الموضوع على مستثمر آخر كان مستعد يرجع الفلوس، لكن في النهاية بعد أن درس الموضوع شاف أنه غير مجدي إلا أن يربطه مع مشروع آخر، يعني يريد عرض مشروع آخر وياه. في آخر جلسة للمجلس الوزاري للخدمات اتخذنا قرار وحصلت موافقة أنه نحل المشروعين اللي هو مشروع القاطون ومشروع التاجيات. أتمنى من الإخوان والسيدة الوزيرة الجديدة أن تستكمل التعاقد حتى نطوي صفحة التاجيات. أنا أشكر كل كادر الوزارة، عملوا وياي بإخلاص منقطع النظير. العراقيين أهل غيرة، بس أكو عادة معوقات عملية يحتاجون شوية دفعة، والكل يمشون والكل عندهم استعداد كبير على أنه يتغيرون نحو الأفضل. واشتغلنا بروح وطنية عالية كلنا، كل فريق الوزارة،
وتمكننا من تحريك مئات المشاريع المتوقفة، حتى ساعدنا المحافظات، واشكر السادة المحافظين ايضا تعاونوا ويانا ومجلس الوزراء، وكل الوزارات كانت متعاونة بالحقيقة، وحققنا هذا اللي نقدر عليه. اكو اشياء ما يشوفها المواطن، لانه الحجم المأساة كبيرة بالنسبة له، فلذلك اصلاح هنا واصلاح هناك ما يلمس بايده، بحاجة الى عملية تراكم تمتد 4 إلى 6 سنوات بدون إزعاجات ومناغصات اللي موجودة بين مؤسسات الدولة. طبعا الموظفين أيضا واصلين إلى حالة من الإرباك والخوف، اللي يريد يشتغل كل ما يتقدم خطوة يشتكون ويعطلون ويسوون مشاكل للموظفين، بحاجة إلى قيادة وإرادة والأمور راح تمشي بشكل سليم، وإن شاء الله يكون القادم أحسن. وشكرا جزيلا.